أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: ما حكم الإيداع في البنوك الربوية بدون أخذ الفوائد؟ الإيداع لأجل الحفظ فقط يجوز عند الضرورة، إذا لم تجد مكانا تأمن به على أو تأمن فيه على مالك يجوز أن توجعه في البنوك لأجل الحفظ فقط لا لأجل أخذ الفوائد الربوية عليه.